قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. عظم الله اجركم نعزيكم ونعزي صاحب الزمان ومراجعنا الالزام لا سيما ولي امر المسلمين وأوائل الشهداء وجميع المؤمنين على هذه الفاجئة الكبرى. لا أريد أن أطيل عليكم، من المعروف أن دولة آل سعود تأسست على الإرهاب والفتن والنزاعات العشائرية والطائفية والدينية والغزو واستباحة الأعراض وأموال المسلمين، وهذا هو شعار آل سعود: غزو الآخرين ونشر الذبح والأسر والاغتصاب في العالم كله. بعد أن قسموا أولئك المجرمين إلى مجموعات ومنظمات مثل القاعدة والنصرة وداعش وسيف الإسلام وبوكو حرام، حتى بلغت أكثر من 250 منظمة إرهابية كلها تحت دين آل سعود الصهيوني. فكل فتنة طائفية عنصرية دينية وكل جريمة انتحارية تخريبية وكل مفسدة في كل مكان من العالم وراءها آل سعود، حتى أصبحت الجزيرة بقيادة آل سعود مصدر ومنبع الفساد والإرهاب في الأرض. وإذا وجد الفساد وإرهاب في أي بقعة من بقاع العالم، اعلموا أن الذين يمولون ويدعمون ذلك هم آل سعود وهم الذين يشرفون عليه. لهذا بدأت صرخة محبي الحياة والإنسان تتوحد وتعلو في كل مكان، وهي تدعو إلى إنقاذ الحياة والإنسان من الفساد والإرهاب من خلال القضاء على آل سعود، لأنهم مصدر ومنبع ورحم الفساد والإرهاب. الغريب أن آل سعود قاموا بعملية العبادة للكثير من رجال الدين في الجزيرة الذين عارضوا جرائمهم ومفاسد آل سعود بحجج واهية، فقامت الصهيونية العالمية اختيار مجموعة من عناصر الموساد الإسرائيلي التي لها ثقافة وهابية وعممتهم بأمام وهابية وأرسلتهم إلى الجزيرة، وحلوا محل الكثير من الرجال الدين الذين اعتقلتهم سلطات آل سعود وأطلقت عليهم أسماء رجال الدين الذين أعدموا واعتقلوا وأخذوا يفتون الفتاوى التي تسيء للرسول والإسلام، وتلك التي شهدتها السعودية أمس أو كما أسمتها صحيفة غارديان البريطانية أكبر عملية العبادة منذ عام 2016، منذ تم إعدام 47 شخصا من بينهم سماحة العلامة الشيخ نمر باكر النمر رحمه الله. وعلى طريقة العصور الوسطى نفذت السلطات السعودية إعدامات ضربا بالسيف، بينما علقت إحدى الجثث على القضيب من الحديد يكون عزة وعبرة. حسب زعم السعودي كانت جثث لخالد عبد الكريم التويجري من أولئك المحكومين الذين شاهدوا واحدة من أكثر الإدارات السعودية استبدادا في التاريخ، التعطش للقتل وإراقة الدماء صبغة يستبغ بها نظام آل سعود، وما فعلته إلا تأكيدا على ذلك، فهو يصب جام غضبه على مناطق الشيعة وأهلها العزل ويقتل العلماء والشباب والأطفال ويستبيح بيوتها ويدمر مساجدها دون أي وجه من الحق، وكأنه ينتقم لخسارته في سعودي في سوريا واليمن والمنطقة
أبر قتل الشيعة بكل دم بارد دون أن يحرك ساكنا. إنما قامت به السعودية يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. فقد نصت المادة 9 من إعلان على أن لكل فرد حق في الحرية في الأمان على شخصه، كما أنه يخالف المادة 19 التي تؤكد أن لكل إنسان حق في اعتناق المذهب وآراء وحرية التعبير. وهذا ما تؤكد المادة 2 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسة، ولكن أحدا لم يراعي ذلك. والسعودية تقوم بتصفية الشباب وتحاول تهجيرها وتهديم المنازل لها، وتستخدم القوة كأنها في حرب ضد دولة أخرى. السعودية تطبق اليوم طبيعتها الإجرامية وتاريخها الدموي، ويعيد نفسه وتكشف من خلال أعمالها مجددا طبيعة نظامها القمعي الذي يمتهن الإرهاب الناس وإرعابهم، ويثبت فشل آل سعود في إدارة البلاد، ويبين من جديد المعايير المزدوجة التي يستخدمها المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي. والتغاضي عن الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب. لا ننسى أيضا أن السعودية تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة بيد أمريكا وإسرائيل لتشجيع على التطبيع والتسويق صفقة القرن وإقناع العرب والفلسطينيين بها، وإن التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل النظام السعودي والأنظمة الخليجية والتعاون معه ومع أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية وضد القضية الفلسطينية هو أعظم خيانة للإسلام والأمة ولفلسطين والقدس. وإن تطبيع من قبيل هذه الأنظمة الخائنة لن يجعل من إسرائيل كيانا مقبولا لدى الشعوب، بل ستبقى إسرائيل في نظر كل شعوب كيانا محتلا قائما على القتل والإرهاب والعدوان وارتكاب المجازر. اليوم ومن على هذا المنبر أدعو كل المؤمنين والأحرار في العالم الإسلامي إلى التحرك الجاد والمسؤول في مختلف المجالات لمواجهة هذا الظالم الجائر. ليس أمامنا اليوم سوى الصبات والصمود والمقاومة والمواجهة التهديدات وإفشال المخططات الأمريكية والإسرائيلية. فالمقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا وإيران واليمن وخلال كل المراحل السابقة أفشلت العدوان والعقوبات والحصار والفتن، وألحقت الهزيمة بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي، ولم تستطيع كل آلة الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي أن تحقق أهدافها في المنطقة، وأن تثني شعوب المنطقة عن دفاع عن أوطانها وحقوقها. اليوم مهما حاولوا سيفشلون مجددا وسيصابون بالخيبة والهزيمة. وفي الختام أبارك باسم جميع الأحرار في العالم للشهداء الأبرار هذا الوصام العظيم، ونتقدم بالعزاء لأهالي القطيف خاصة أوائل الشهداء، كما أقف وكل الشعب الباكستاني بكل فئاته وأطيافه معهم ومع كل المظلومين في العالم الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.